طيب للتعقيب والتعليق على مستجدات الوضع محليا وعالميا بخصوص فيروس كورونا المستجد، معنا دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه. صباح عليك يا دكتور اسلام وصباح الخير. صباح الخير استاذ هشام وكل مشاهدين ام بي سي. اهلا بيك يا فندم. يمكن يا دكتور اسلام بدانا نقرا اخبار كده قد تكون مبشره، واخرهم طبعا الخبر المتعلق بشركه استرازينيكا ان هي قالت ان هي بتطور علاج بيقي من الاصابه بنسبه 77%. ازاي بتنظر لهذا النوع من العلاجات، وهل هو علاج ولا هل هو نوع من اللقاحات؟ نعم، ده سؤال كويس، وخصوصا ان طبعا المجتمع العلمي كله كان يعني شاهد في جون ان الكلينيكال ترايل او التجارب الكلينيكيه بتاعت شركه استرا كانت متجهه الى الفشل، والحمد لله يعني بعد ما عززوا الاستادي وكان هيظهر مبادئ اوليه ان هي هتفشل، الشهر ده من 10 ايام كده اعلنوا المبادئ النهائيه للترايل ان هي نجحت. خلينا نقول ببساطه كده ايه الفرق ما بين العلاجات اللي بيسموها المونوكلونال انتي بوديز او اللي هو مضادات الاجسام الجاهزه وما بين اللقاح. اللقاح هو انا بدي حاجه بيسموها مضادات اجسام سلبيه، يعني انا مش بدي للجسم مضاد اجسام ولا اي حاجه، انا بدي له حاجه شبه الفيروس عشان الجسم ذاتيا يطلع مضادات اجسام. طب ما في حل تاني، الناس اللي عندهم مشاكل ان هو يطلع مضادات اجسام، ما انا ادي له مضادات اجسام جاهزه. ده العلاج اللي مبني عليه دواء استرازينيكا، واللي مبني عليه برضو على فكره الدواء بتاع ايلاي ليلي وجي اس كي وريجينرون او روش. يعني هنا يا دكتور اسلام في الحاله الاولى لما انا بدي لقاح بستثير مثلا الجهاز المناعي عشان يقدر يقاوم الفيروس لا قدر الله ان حصل. بالظبط، بس انا ما بديلوش مضادات اجسام جاهزه، انا بخلي الجسم يفرز هو مضادات الاجسام. تمام، ده عشان كده حاجه وقائيه. لكن الحاجه الثانيه زي ما كنا متذكرين في اول السنه اللي فاتت لما الناس اتكلمت على بلازما المتعافين وان هي زي ممكن تبقى مضادات اجسام جاهزه للناس اللي عندهم المرض اللي جالهم مرض بالفعل، وفشلت التجارب ما كانتش ناجحه قوي. اللي ابتدوا يعملوه دلوقتي ان هم يستخرجوا من بلازما المتعافين، يعني بيجيبوا الناس اللي تعافوا من كوفيد وما يدوش بلازما زي ما هي بقى للناس اللي عندهم مشكله، لا يبتدوا يستخرجوا منها مضادات الاجسام بطريقه معينه ان هي تبقى لونج اكتنج او بتستمر مده طويله. هم كمان متوقعين ان احتمال تقعد 15 شهر. واللي بيستخرجوه ده يبتدوا يحقنوه سواء كان في حد عنده المرض نفسه او حد ما يقدرش ياخد اللقاح فهو بياخده وهو ما عندوش المرض. يعني التجارب بتاع استرازينيكا ادوها لناس ما عندهمش اصلا كوفيد 19، دول بالظبط 3460 شخص احتمال يجي لهم كوفيد، كلهم فوق 60 سنه عندهم مشاكل في المناعه ما يقدرش ياخد اللقاح، فبالتالي هيبقى مش محمي. فبنديله مضادات الاجسام الجاهزه دي ونشوف ايه الافكت بقى شكلها عامل ازاي. زي ما تفضلت في المقدمه كده، يعني 75% من الناس ابتدوا ان هم يبقوا محميين، ما يجيلهمش اصابات حاده او ما يخشوش المستشفى وما توفوش. على الناحيه الثانيه لو مش واخد ولا لقاح ولا واخد مضادات اجسام جاهزه اللي احنا خلاص بقى نحفظ اسمها الفتره الجايه المونوكلونال انتي بوديز او مضادات الاجسام المونوكلونال، ده مش هيبقى محمي ولا بلقاح ولا بدواء، فبالتالي هيبقى عرضه لنفس النسب بتاعه الوفيات ودخول المستشفى. طبعا احنا لسه الدواء مش موجود، عشان عارف احنا دايما اي دواء بنتكلم عليه تاني يوم هتلاقي الناس على السوشيال ميديا بتسال عنه وفين وثمنه كام، ولسه شويه ولسه في التجارب الاكلينيكيه لسه حتى ما توافقش عليه. التقرير النهائي هيطلع اخر السنه دي، فلسه قدامنا شويه. يعني احتمال لو هنشوف المونوكلونال انتي بوديز موجوده وبتستخدم انتشار هيبقى في بدايه العام القادم اكتر منه في 2021. طيب دكتور اسلام، في ناس دلوقتي كتير بدات تسال ان هي اخذت لقاحات قبل يعني وعدى على اللقاحات دي فتره، هل في جرعات تنشيطيه ممكن تتاخد في الفتره الجايه ولا لا؟ ولا احنا مثلا بنكتفي بالجرعه او الجرعتين اللي احنا خدناهم من اي لقاح ايا كان؟ هو ده نفس اللي استند عليه بايونتك فايزر زي ما تفضلت كده استاذ هشام في المقدمه. يعني هم لما قدموا الطلب بتاعهم قالوا احنا شايفين ان مضادات الاجسام اللي جايه من اللقاح بتقعد من 5 شهور لماكسيمم 8 شهور، فبالتالي احنا محتاجين جرعه معززه، وخصوصا ان دلتا موجود في امريكا مثلا بنسبه اكتر من 90% من الاصابات، فبالتالي ده هيبقى جرعه تعزيزيه ضد متحور دلتا بالذات. طبعا يعني هي افكتيف وفعاله وكل حاجه، بس اول ما ده حصل والبيت الابيض من يومين كده وافق على الجرعه الثالثه وخلاص امريكا قررت ان هي تدي جرعه ثالثه لاي مواطن امريكي خد الجرعتين، مجتمع ده بعديها بقد ايه يا دكتور؟ بعد الجرعه الثانيه بقد ايه؟ قالوا بعد الجرعه الثانيه ب 8 شهور هياخد الجرعه التعزيزيه.
طبعا هي فيها مشكله اكبر شويه من كده في السياسه الصحيه. يعني انت لو امريكا والدول المتقدمه كلها هتعمل جرعه تعزيزيه، ده معناه ان كل المصانع الفتره اللي جايه هتبتدي انتاجها يروح لامريكا واوروبا والدول المتقدمه في اسيا، بالتالي ان بنتكلم على 2 مليار تقريبا جرعه هتروح جرعات تعزيزيه. هنرجع تاني نفس المشكله اللي موجوده كانت في اول السنه دي، ان ما فيش جرعات كافيه لبقيه الدول، حتى الدول اللي مشتريه. يعني لو متذكر احنا كنا مشترين جرعات اول السنه وما جاتش بسبب التاخير في التصنيع مثلا وجت بعديها بكذا شهر. هنرجع تاني في نفس الدايلم، منظمه الصحه العالميه امبارح قالت ان هي ترفض موضوع الجرعه التعزيزيه، لان ده معناه ان انا بدي الواحد جرعه ثالثه وبحرم شخص ما خدش ولا جرعه. يعني على الاقل حتى بعد 8 شهور الشخص لسه محمي، صحيح نسبه حمايته قلت قليلا ولكن لسه محمي، وصاد ان انا بحرم بني ادم في دوله من دول العالم الثالث او افريقيا او خلافه من هو ياخد حتى جرعه اولى من اي لقاح. لكن يظل هل اللقاح بيستمر قد ايه في المطلق حتى بعيدا عن فايزر وباينتك؟ معظم الترجيحات ان هي اقوى لقاح مش هيقعد اكتر من 12 شهر ضد متحور دلتا. طيب ده كلام سليم جدا، بس هل الجرعه التنشيطيه او التحفيزيه دي ممكن تكون من لقاح تاني بخلاف اللقاح اللي انا اخدته قبل كده؟ ممكن يعني واللي بيعملوا الموضوع ده المانيا مثلا. يعني المانيا اكتر دوله عملت دراسات على بيسموهم ميكس الفاكسينيشن ميكس، يعني يدي استرازينيكا بعد كده يدي مثلا فايزر. وايفن انجيلا ميركل مثلا عامله كده، انجيلا ميركل واخده اول جرعه فايزر وتاني جرعه استرازينيكا، والجرعه التحفيزيه ممكن تبقى جانس. عشان كده الناس مثلا في الحاجات دي لان هي اصلا جرعه واحده بتتاخد اصلا مره واحده. يعني جانسون هي جرعه واحده الثالثه، وعشان برضو الناس كانت بتسال فيه، طب انا دلوقتي كنت واخد مثلا ساينوفارم وعايز اقدم على سفر، طب انا كده هيدوني جانسون، طب انا كده دي هتبقى ثالث جرعه، هل دي فيها مشكله؟ لا دي ما فيهاش مشكله، طالما فات شهر ما بين الجرعه الثانيه واي فاكسين تاني من حيث السلامه هو ما فيش مشكله، من حيث ان هي اللي هي ليها داعي غير داعي السفر لا ملهاش. عشان كده كنا دايما بنقول يعني نتمنى ان دول العالم تتحد في فكره ان السفر مش محتاج نوع معين من اللقاحات، ما بقاش في تمييز للقاح فوق لقاح عشان ما نبقاش بنستهلك لقاحات بدون داعي. من حيث السلامه ما فيش مشكله سلامه، لكن انا بدي لشخص جرعه لقاح هو مش محتاجها، مش محتاج الحمايه بتاعتها يعني. وطبعا الكل معترف بيه من جانب منظمه الصحه العالميه، كل اللقاحات كل اللقاحات اللي موجوده سواء في مصر فعلا كله معترف بيها في منظمه الصحه. المشكله ان الدول هي اللي عندها مشكله، يعني مثلا حد واخد ساينوفارم في مصر عايز يسافر امريكا، امريكا تقول له لا مش معترفه بساينوفارم. طب هنا ايه الفلسفه يا دكتور اسلام؟ يعني الواحد برضو بيقعد يفكر ليه الدوله دي بتشترط هذا النوع من اللقاحات دونا عن غيره؟ الموضوع لوجيستي بيبر وورك وسياسي اكتر منه علمي. ان هو لو علمي هم كل اللقاحات دي كلها بلا استثناء اللي موجوده في العالم وبتستخدم مقدمه التجارب الاكلينيكيه بتاعتها لمنظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه اعتمدتها ونزلتها في جدول منظمه الصحه العالميه، فبالتالي هم مستوفين الشروط العلميه. المشاكل كلها مشاكل اوقات برضو فيها حته سياسيه، مثلا زي ان اللقاح الروسي مثلا مش معترف بيه في معظم دول اوروبا وامريكا مثلا، مع انه مقدم كل التجارب الاكلينيكيه بتاعته. ده شغل سياسي يعني ده بعيد عن العلم يعني. بالظبط للاسف يعني. ربنا يصلح الحال يا رب. بشكرك جدا يا دكتور اسلام، شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا وعلى معلوماتك القيمه طبعا كالمعتاد. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. خير، شكرا لحضرتك.